الزلة في الأول نيت ما يسمى الزلة مقرن سي لا نوستالجي نرجعو للغنايات تاع لي زاني 70 80 تاع الناس اللي شفاو عليها مازالو يشفاو على الغالية اللي هو طالعة نصور ايوي تصور ودير الفوتو ولا دير الكادر كيما بغيت. اسا بيان سور نو سوم لو لاندي 6 مارس 2023 راهي تقريب 19h20 سور ما مرحبا بكم في هذا البروميير فيديو. راح نتكلموا على واحد الموضوع. تو دابور ما ننساش دو بارطاجي توجور افيك فو مون كافي سي مون كافي بريفيري هان فوالا الوغ ايلي بيان فور كيما انا ثاني شوي تري فور فوالا فوالا صحة القهوة النون. الوغ قبل هذا قبل ما نتكلم على هذا قلت كتبت في الصفحة تاعي قبيل تاع الفيسبوك وقدر نخطر وانا نكتب وقدر نخطر وانا نقول الناس الاسلاميين والاسلاميات ما نهضرش على لي مسلمون باسكو يلفو فير لا ديفيرونس انت مسلمون اي انت اسلاميست. انا لي اسلاميست ما نحبهمش يكونوا في الصفحه نتاعي من فضلكم. انا قلت لكم ما تخليونيش حتى نضل كل خطره نسوبريمي واحد. انا نفيق بواحد اسلاميست طرق جو سوبريم باش نتاهو مليح فوالا دونك يفهموا رواحهم الناس هذو الاسلاميين يروحوا يشوفوا يتبعوا على باليش على هذاك علي بلحاج وهذوك الجماعه هذوك انا ما كان يجيو يتبعوا ومن بعد يوليو يلوموا عليا علاش تقول هكا وعلاش تقول نقول واش نحب نقول واش نحب ونهضر واش نحب. هذه سي ماشين والفيسبوك تاعي سي ما باش نديرو للناس اللي عندهم لا ميم ايديولوجي كيما انا. الناس اللي ما عندهمش لا ميم ايديولوجي كيما انا يروحوا يشوفوا لي جان شان اخرين واحد ما يسلي دونك ما تخليونيش على شاك فوا نضل نفيق بواحد يبعث لي اسلاميست طيك جو لو سيبريم باش نتفاهم مليح هذا ما كانش لو بلوك فوالا. الوغ راح نتكلم على ملي تكلموا قالوا بلي رايحين نبدلوا لي نون تاع لي فيل والناس ماهيش راكده كسوا هنا في الجزائر ولا حتى في ليترونجي. حتى في ليترونجي كاينوا بعض من الناس يلوموا علينا كيفاش كيفاه لي زالجيريان رايحين يبدلوا لاساميهم ويرجعوا لاسامي القدم اللي كانوا. يا سي محمد يا سي محمد فهموا حاجه مليحه فهموا حاجه مليحه. انا اسمي منصف ريضه انا اسمي منصف ريضه نقعد يجي اخرين قال ولدي انت من اليوم ماشك منصف ريضه بالقوه ها انت اسمك محمد جاب الله هذا مكان سيتو محمد جاب الله يبقاو يسموا لي محمد جاب الله. يجي وقت كيما دركا قال ولدي اسمح لي اسمح لي انا مانيش محمد جاب الله انا نحب نرجع لاسمي الحقيقي منصف ريضه. يجي اخرين يقول لك لا كيفاش انت يا لازم تقعد كيما يا ولدي راكم حتمتوا عليا هالاسامي هذو حتمتوها عليا ما تسالوليش نرجع الرجوع للاصل الفضيله. حنا ما قلنا لكمش ارجعوا نتوما اللي ما عجبوش الحال يا خويا طريق على طريق ربي كيما قال واحد والارض ربي واسعه الارض ربي واسعه يا جماعه نعلو الشيطان اللي ما عجبوش الحال يروح سيتو هذا مكان. يا ابن عمي كانت الاسامي ملي كانت الدنيا والدين عندنا الاسامي قدوم نتاعنا نرجعوا لهم نرجعوا لهم وهذه لو كان يكونوا فحولة صح ويركازن هذو الناس اللي تسير في الجزائر بيان سور نرجعوا كيفاش كانت الجزائر الجزائر كيفاش كانت تسمى بكري خلاص نرجعوا لها حتى مشكل نرجعوا لها وين البروبليم ما كاينش حاجه كي تكون حاجه صحيحه. يا ابن عمي انت تجي تسميني واش بغيت انت وكي نقول لك انا راح نرجع للسماء تاعي الاخر قال انتوما دي راسيست انتوما تكرهوا الاسلام انتوما يا ولدي حتى انا رانا دي راسيست ونكرهوا الاسلام. يا اخي ما جيناش لعندكم يا اخي ما جيناش لكم انتوما قلنا لكم يا جماعه كونوا هكذا وكونوا هكذا وكاين اخرين يقول لك معروفين الجزائريين بالاسلام وما نعرف يا ولدي واش تحكي انت درك واش تحكي راح تدبروا علينا تعطيونا دي لوسون انتوما تقريونا انتوما واش نكون نحبوا نكونوا حنا ولا ما تقريوناش خلاص حنا رانا امازيغ والامازيغ وبربر وامازيغ فو دير انوم ليبر حنا نصوم ليبر. قال كيفاش واحد السيد قال واحد نعتركم تسمعوه واحد السيد حتى هو من الخارج مصري والله ما على باليش قال لكم انتوما كنت تقولوا نحاربوا اسرائيل على نحارب اسرائيل ابن عمي يروح حاربها انت صار انت تروح تعلق الدرب نتاع اسرائيل عندك وتجيب لي انا تقول لي نحارب اسرائيل
واه تمشي فينا اسرائيل، ها تمشينا اسرائيل، ها مشينا اسرائيل، دزوا معاهم مالي، دزوا معاهم تمشينا اسرائيل، ها ومن بعد صار حلال عليكم وحرام علينا. نتوما كي رحتوا درتوا قعدتوا قعدتوا في الطابله مع اسرائيل ودرتوا كام دافيد ورجعوا لكم لي تيران تاعكم والاراضي اللي داوها وكذا ومن صالحتوا معاهم وجبتوا الضرب نتاعهم علقتوه عندكم. اه ودوكا جايين لينا حنايا دوكا تدبروا علينا نتوما ولا تقولوا لنا بلي راكم اسرائيل. يا خويا ما تسالوناش، الغدوه نحبوا نسميو الجزائر تل افيف، واحد ما يسالنا، واحد ما يسالنا، هذه ارضنا وهذه بلادنا، اللي ما عجبوش الحال يمشي سيتو يمشي. واذا عندكم مشكله يا خويا باش ما يوقعوش فيها صراعات كما قلت لكم وما نوقعوش فيها الضرب والقتيله وكذا ومنها، يا خويا ما كاينش مشكل، كل حاجه عندها اربيتر، كل حاجه عندها اربيتر، غير اذا تحبوا القوه كاين القوه سهله، اللي يحب القوه اللي يقول كاين القوه، كاين اكثر من القوه تاعو. مي حنا مالناش تاع القوه، مالناش تاع عنف، مالنا حتى انت حاجه، حنا نحبوا حاجه نديروها في بلادنا واحد ما يسن. لو كان نحبوا نجيو لبلادكم انتم ما عندكم الحق. مي هذه راني في البيرو تاعي، نسمي البيرو تاعي واش حبيت، نجيب الماء اللي حبيته، نشرب واش بغيت، سي مون بروبليم. هذا ما يجي حتى واحد يعطيني درس ولا يقول لي علاه دير كيما هكذا ولا راكم تحبوا ديروا فتنه. ابون نبقى تبقى انت مستعمرني ولا نولي ندير فتنه؟ صار كي نقول لك يا خويا انا نحب ندير حاجه نتاعي انا نتاع جدودي ونتاع منا، تجي تقول لي راكم يحبوا يديروا نتاع الرومان. يا خويا نديروا نتاع الرومان، كاش من اللي سالنا، كاش من اللي سالنا، كاش من اللي عنده علينا وصيه؟ الانسان اللي عنده علينا وصيه يجيبها. سبحان الله، ما تكونوا شويه يا خويا كاين اربيتر، روحوا للامم المتحده، هيا روحوا معنا الامم المتحده، قال لي يا جماعه يرحم والديكم هذه الجزائر هذه تعمل الى نتاعكم انتوما. انا قلت لكم انا من الاول انا نشوف ما عادش نحط رجلي في الجزائر، ما عادش سفيني ثاني نروح بظرفي ما ندي معايا والو ونروح اخويا. قلت له انا من لابولغاري، ايبا نمشيو لابولغاري كيما قال واحد رابيدمون تشويت، مي لازم كيما قال واحد نروحوا للاربيتراج، نروحوا لوني اذا حبيتوا روحوا لوني. قال ولدي اسمح لي، لعل حنا اللي جينا دخلنا على الناس هذو، الناس هذو كانوا قاعدين لاباس عليهم وحنا جينا دخلنا عليهم، ايبا حنا نروحوا ما كاينش مشكل. واذا نتوما كونوا فحوله كونوا عباد وتقعدوا معانا وتروحوا، اللي ما يحبش يقعد يروح سيتو، ما عندنا حتى حتى الا واحد، حنا ما نحاوزوا واحد، ما نضربوا واحد، ما نضطهدوا، او كونترير حنا اللي يجي الكل يعيش معانا. بصح ما تعيش فوق ظهري يا سي محمد، انا امازيغي نبقى امازيغي وحنا في بلادنا بلاد الامازيغ، اللي يحب حب اللي كره كره، هذا ما كان. حنا نهضروا لكم ما تسالوناش، كيما قالوا المصري هذا قال لهم اي اسرائيل تمشي فينا، يا خويا تمشينا اسرائيل ما كان حتى بروبليم، ما تسالوناش. يحبوا يرجعوا الاسامي تاع الرومان، رجعوا الاسامي تاع الرومان، تسالوا لي ما تسالوناش، ما تسالوناش، خلاص نديروا واش ظهرنا. تبعوا معايا المصري هذا واش راهو يتكلم ونعاودوا نرجعوا. وزير الداخلية في الجزائر عزم وزارته تغيير أسماء المدن والقرى الجزائرية لاستبعاد الأسماء الإسلامية واستبدالها بأسماء رومانية مسيحية وما قبل العصور الوثنية. طبعا كل هذا في مخطط من أجل إشعال الحرب الأهلية في الجزائر تحت مسمى السكان الأصليين، واللي هم مفترض إن هم عاوزين يحولوهم إلى غير مسلمين، طبعا الشعب الجزائري شعب مسلم كله يعني. وطرد الايه ما يقولون المسلمين يعني، فمخطط غريب جدا واثاره للنزاعات، وهذا شعب واحد وشعب كله مسلم وشعب كله متساوي، وبعدين يتركوا اسماء المدن كما هي، اصلها فينيقي اصلها عربي اصلها بربر اي مكان اسمها، فكل قريه وكل مكان ابنائها هم الذين اختاروا هذه الاسماء. تعالوا نرى عبث الدوله العميقه بالشعب الجزائري، والهدف في النهايه هو طرد هذا الشعب من أرضه وتحويله إلى كما يجري في سوريا وكما يجري في اليمن. ودعكم من أنه هذه الدولة تعادي إسرائيل، يا عم إسرائيل الحكمات أصلا في الجزائر. تعالوا شفتوا كيفاه هذا المصري هذا كيفاش يتكلم، شفتوا راكم تشوفوا، قالك إسرائيل هي اللي تتحكم في الجزائر. عاود لكم اسمعوا مليح واش يقول سي محمد، هذا جاي يعطينا درس هذا اسمعوا شوفوا. الذين اختاروا هذه الأسماء. تعالوا نرى عبث الدولة العميقة بالشعب الجزائري، والهدف في النهاية هو طرد هذا الشعب من أرضه وتحويله إلى كما يجري في سوريا وكما يجري في اليمن. ودعكم من أنه
هذه الدولة تعادي إسرائيل. يا عم إسرائيل حكمك أصلا في الجزائر. لا 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 ما نعرفش كل معلق الدرابو نتاع إسرائيل، نحنا ولا نتوما جو سي با. ماينا ماينا لوجوهكم وجوه القزادر، ماينا ماينا ماينا. تعالوا نبدأ حضراتكم هنا في صحيفة في موقع البلاد. هنا وزير الداخلية يقول الشروع في مسح كامل للبلديات والولايات لتصحيح وتغيير تسميات بعضها. تفاصيل الخبر أكد وزير الداخلية إبراهيم مراد أنه سيتم الشروع في مسح شامل للبلديات والولايات بهدف تصحيح وتغيير تسميات بعضها، لأن مشاكل الجزائر كلها اتحلت. وطبعا ده كانت في جلسة المجلس الشعبي اللي هو البرلمان الجزائري. وأضاف الوزير أن تغيير تسمية بلدية أو ولاية ما يتم موجب مرسوم رئاسي، وأن التغيير سيؤثر على عقود الملكية والقرارات الإدارية والخاصة بالأملاك العمومية والخاصة، ناهيك عن الخلل سيحدثه النظام الآلي في هذه العملية، لأنه طبعا المكاتبات وأسماء المدارس والعقارات يعني هم بيعملوا محو ذاكرة الجزائر. ما الذي حدث؟ اللي حدث حضراتكم إنه في الجزائر حاجة اسمها المجلس الأعلى للغة العربية. المجلس الأعلى للغة العربية الآن يرأسه شخص يعادي اللغة العربية ويصفها بأنها لغة أجنبية. شوفوا هذا المحقن هذا، شوفوا كيفاش حتى الفيستا ما يقدرش يلبسها قد قد. شوفوا هذا المعربز هذا، شوفوا يرحم والديكم حالته كيفاش، شوفوا كيفاش لبس الفيستا هذه. يعني والله العظيم يعني حتى المرأة اللي مديتك يا ولدي والله العظيم تقول ونديري دعوها والديها، والله دعوها والديها. شوفوا رقادي موسى، رقادي موسى إنسان كيما هذا جاي يحل في لغبه ويحب يمد درس لسياده. وعلى يعني فريمون نيمبورت كوا نيمبورت كوا. كل جريمه اللغه العربيه ان هي لغه الاسلام، ويرحب بالفرنسيه، يعني الجيش الفرنسي الذي اغتصب المسلمات في الجزائر وعار المسلمات في الجزائر اللي هم صور وقتل 5 ملايين مسلم جزائري يرحب بها. وله تصريحات قال المسؤول الوزير الذي يريد ان يحدث بالفرنسيه حدث براحته، لكن العرب بيقولوا لغه القران لغه الاسلام، لا هناك عداء مع الاسلام. كل جريمه اللغه العربيه انها لغه الاسلام لغه. يا راجل واش دخلك فينا؟ واش دخلك فينا نتايا؟ يروح التها بروحك، التها مصر نتاعك لهي، واش دخلك فينا حنايا؟ اسلام موش اسلام سي با طون بروبليم يا راجل، روحوا تلقاو برواحكم لهي. حنايا نحبوا نديروا الاسلام، ما نديروش، نديروا المسيحيه ما نديروهاش، نديروا نسميوا روحنا اسرائيل، نسميوا روحنا شواطين. واش دخلك نتوما؟ واش دخلكم فينا حنا؟ نتوما راح تبقاو تحكموا علينا نتوما، نتوما عليكم وصيه انتم ولا واش هو اللي يجي يقول يعطينا درس ولا واش؟ القران الكريم فقط لا غير. رغم انت في الاسلام لا يوجد عندنا شيء اسمه اعراق اصلا، احنا بنشاهد يوسف بن الشخير رضي الله عنه، هذا رجل مسلم من البربر والمرابطين اقاموا دول كبيره وغيرهم من المسلمين البربر وانقذوا العالم الاسلامي. سبحان الله القطوط سيادنا وهم سيادك وحدك علماءنا واسيادنا سيادك وحدك سيادك وحدك لدينا صلاح الدين الايوبي. ايه مسلم مسلم نتاعك انت هذا لم يحرروا اللغة العربية بل دعموها، لأن لغة القرآن الكريم إيه ده أنت تقول لك بالإسلام. لكن هؤلاء أحفاد فرنسا شوف احنا أحفاد فرنسا، احنا أحفاد إسرائيل، احنا أحفاد واش بغيت؟ هذه أرضنا ونديروا فيها واش بغينا باش نتفاهموا. ولغة القرآن هذه راكم ما زلتوا تحشيوا للناس مساكن اللي ما يعرفوش. العربية هي لغتكم انتوما، ما هي لا لغة لا القرآن لا عمي علي. ما تبقى ما تقصروش بالناس، شوفوا نتفاهموا مليح يا جماعة، ردوا بالكم. هاد الناس هادو راهم ما زالوا يحبوا يحسبوا في الأمازيغ راهم حشاكم بغولة ما يفهموش ولا كيفاش لغة القرآن؟ يا هل ترى هبطت بالمكتوبة بالقرآن؟ يا هل ترى القرآن هذا هبط نسخة مكتوبة من السماء جاية هبطة؟ قول الناس سيدي كي عادك كي عاد تفهم أنت بلي القرآن بلي اللغة هذه العربية نتاعكم لغة الإسلام، فهمنا فيها سيدي كيفاش النسخة هذه اللي نقراو فيها دوكا حنا نقراو فيها القرآن هذه هبطت من السماء مكتوب فيها كيما هكذا؟ يجزيكم بلاد ممنوعين نتاعكم. هذا النبي عليه الصلاة والسلام عربي، لو كان جا مسيحي ولا جا يهودي كان يكتبها بالعبرية سيتو، والناس اللي كانوا بحذاها عرب اللي كتبوا القرآن كانوا عرب. واش راكم تلعبوا فيها؟
واش راكم تلعبوا فيها؟ كي جا جبريل هضر معاه بالعربيه ولا هضر معاه بالانجليزيه ولا هضر معاه بالتركيه ولا باش هضر معاه؟ كي جا جبريل هضر معاه، انا جي جبريل يهضر مع اي واحد يهضر معاه فرونسي سي نورمال راح يهضر معاه بالفرونسي، واذا بلونجلي راح يهضر معاه بلونجلي، واذا بالتمازغه راح يهضر معاه بالتمازغه، وهي ماشيه. عربي يهضر معاه بالعربيه توكور، واليوم القران راهم يترجموا فيه حتى للصينيه. واش دخلك انت العربيه؟ العربيه لغتك انت ماهيش لغتنا حنايا، لغتك انت حكمها عندك انت، ومادام لغه القران ولا لغه الاسلام ولغه الجنه اديها ليك انت ودخل بها للجنه انت، وحنا ما نحبوهاش سي تو. فرنسا حرام فرنسا. ايه ايه انظروا ماذا يفعلون. ايه شوف شوف نقول لك شوف، حبس 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 حبس. فرنسا خير منك وخير من جدادك وخير من انتوما اللي جيتوا قتلتوا انا ملايير نتاع الناس. فرنسا خير منك، فرنسا جات بنات الجزائر، فرنسا بنات الجزائر، لشتا هما مستعمرين بناو الجزائر قراو الناس. وانتوما واش جيتوا ديروا؟ انتوما جيتوا اغتصبتوا حتى الرجال، اغتصبتوهم فهمتوا ولا لا؟ انتوما حتى الرجال اغتصبتوهم، حنا نقول لكم ردوا عليكم كيما هكذا، ما عندك ما دخلك، نحبوا فرنسا وما عندك ما راحلك، ما عندك ما راحلك، روح دبر على روحك برك. الطهونيمي الجزائر وضع اسماء البلاد اللي ايه في القرآن. الطهونيمي كلمه كما تشاهدون ليس لها اي معنى عربي، لكن هذا اصبح المجلس على اللغه العربيه يحارب اللغه العربيه. رحم الله الدكتور عبد الرحمن سعدي له كتاب عن وكان من المسلمين البربر، وقال الهدف هو من البربر نفسه، كان يقول هدف الحرب والهلاك في الجزائر، ويجب ان تبقى اللغه العربيه اللغه الرسميه. ما تبقاش خلاص اللغه العربيه، ما تبقاش خلاص اللغه العربيه، ما تبقاش خلاص اللغه العربيه، راح تبقى اللغه نتاعنا الوحيده هي اللغه الامازيغيه، وانتوما اللغه نتاعكم العربيه لغه نتاع كيف اسمه ستون لونغ اترونجير كما هي كما اللغات الاخرين، ونفضلوا اللغه الفرنسيه عليها باسكو اللغه الفرنسيه لغه سيونس، ونفضلوا اللغه الانجليزيه باسكو لغه سيونس، والعربيه نتاعكم ديوها معكم وروحوا معاها اذا حبيتوا، باش نتفاهموا مليح. الناس اللي تحب العربيه تروح تهز العربيه نتاعها وتروح. العربيه بور نو سيت اون لونغ اترونجير، علاه العربيه تاعنا حنا؟ او روح دير الامازيغيه عندك تراش فيها في مصر، ولا ديرها في عند العرب بالهيد. وش بيك الحيوان هذا؟ وحتى الحيوان خير منك. حر في عرقه وفي لهجته وعبيته حر، لانهم عايزين يعمموا لهجه القبائل. القبائل سيادك، القبائل سيادك، القبائل سيادك، وانا نقولها لك انا شاوي مانيش قبايلي. القبائل سيادك، ومام القبائلي مام سي لونغ دي كابيل حنا نهزوها، باسكو القبائل شاويه والشاويه قبائل، القبائل من بزاب ولا من بزاب قبائل، قتلكم غير القبائل، القبائل رجاله عليكم وفحوله عليكم، اوكي؟ ما عندك ما دخلك، حتى وقت تكون لغه القبائل نهزوها حنايا، ما كاين حتى بروبليم، انا نقولها لك وانا شاوي. خبر من الشاويه ومنهم قائد صالح رئيس الجيش من اركان الجيش السابق. ايه ايه ايه. فقالوا نحن هنمسك اسم كل بلده ونحاول نوجد الاسم الاصلي له. طب ما في اسم اصلي، انتبهوا لهذا. لانه بلده اليوم اسمها مثلا اولاد قريش، عمرها كان 600 سنه مات. لكن من قبل في عهد الرومان كان اسمها اولاد يوليوس قيصر. رجعوها كما كانت، رجعوها كما كانت وما تسالناش. فوالا رجعوها كيما كانت وما تسالناش، ما عندك ما دخلك فينا. اللي خلينا افونسي شويه باش تشوفوا واش قال هذا اللي قتلهم، هو هذا هو اللي قتلهم. ها الاتحاد الاسلامي تعالوا شاهد، قمنا بجرد كل اسماء البلديات والقرى بالتسميه الاصليه، لان الانحراف بدا منذ الاستعمار. هذا يتطلب بالطبع يتطلب ان يكون في اطار لجنه مشتركه. بيان سور بالاستعمار يا اخي العزيز، ماهوش من الاستعمار ثاني كما كملتش يا خويا، قال الاستعمار العروبي، خاطرش الاستعمار الفرنسي حتى وبدلوا خرين داروا دي دوتر فيل بدلوهم بساميهم يا با توسي، كيما سكيكدا كانت فيليب فيل وقيله ولا جو سي با، كيما عنابه كانت بون ولا جو سي با، هما بدلوهم لي فرونسي، مي تبدل الاسامي بداو من نهار جاو جماعه الفتوحات هذو الاجراميه
اللي جاوا قتلوا ناس وذبحوا ناس باسم الاسلام بدلوا الاسامي، وسي نورمال نبدلوها يا اخي العزيز، نبدلوها وربي كبير، ما بدلوهاش هاد الناس هادو تبون وجمعتو، رايحين يجيو الاخرين يبدلوها، واذا ما بدلوهاش الاخرين يبدلوها ولادنا، واذا ماهوش ولادنا ولاد ولادنا، تتبدل تتبدل وما تبقاش خلاص كيما كانت، فوالا. بين المحافظه السامي لامازيغيا ووزاره الداخليه، لان المحافظه بادرت واقترحت لوزاره الداخليه قائمه اسميه تاع القاب امازيغيه، عمل يعني اكاديمي مراجع علميه تثبت ان الاسم اصلي من المنطقه الفلانيه، من حان الوقت لتصحيح هذا الجانب. اكزاكتومون. فوالا نحبسوا هنايا. فوالا نحبسوا هنايا باسكو مانيش نخليو الحيوان هذا اللي نجم يحمل ولدي كيهب على الفيديو تاعي، لان الحيوان اذا يفهمني واش نهضر هو باش يفهم، باش يعرف بلي الامازيغ راهم سيادو وبلي القبائل راهم سيادو، ما يجيش يعطينا درس لا هو لا غيره. حنا ما نقبلوا حتى واحد يعطينا درس، نحبوا نسميو روحنا واش ظهر لنا، نحبوا حتى غدوه نجيبوا كيف اسمه لغه الهنوده نديروها عندنا، واحد ما يسالنا هذا رانا في بلادنا سيتو، رانا في بلادنا واحد ما يجي يعطينا درس، واحد ما يجي يعطينا درس. اللي يحب يقعد معانا مرحبا به، حنا عمرنا ما حوزنا حتى واحد، واللي شاف كيما قال واحد ما عجبوش الحال يبا يروح لبلادو سيتو، يروح لبلادو يا اخي سيتو. انا كون كون عايش في كانش بلاصه ونشوفهم باللي ما عجبنيش الحال في بلاصه هذيك، نهز لي باليز تاعي ونروح، ما نجيش نقول لهم لا كيفاش تحكموا علينا اللغه العربيه والاسلام، والاسلام نتاعك ولا انت راك انت راك نتوما هذو العرب هذو راكم نتوما لا مينوريتي نتاع المسلمين، نتوما راح تحشيوها للناس ولا راكم نتوما لا مينوريتي، نتوما لا اقليه نتاع المسلمين باش يكون في علمكم. مالا حتى هذو صباح تحو روحوا للتشيتشن مالا قول لهم نتوما راكم عرب وحكموا عليهم العربيه نتاعكم. روحوا لايران، هاي غير ايران برك هم مدايرين الدوله الاسلاميه ايران، روحوا قول لهم اللغه العربيه هذه لازمكم تقراوها ولازمكم تهضروا بها باسكو راهي لغه القران. يزيكم بلا كذب هذا، يزيكم بلا كذب نتاعكم هذا. جبرائيل نهار هبط على سيدنا محمد، سيدنا محمد يعرف غير العربيه، واش يعرف الانجليزيه ولا يعرف التركيه واش يعرف؟ يعرف غير العربيه، سي نورمال يهضر معاه بالعربي. واش تحب؟ لو كان هبط على ميتيرون ولا هبط على ما على باليش انايا هذا بوتين، ما يكون هبط على بوتين يهضر معاه بالعربيه. ما تجيوش تلعبوا على الناس خديكم من حتى القران بعد راكم فسرتوه تفسيرات اللي غدوه رب العالمين ينعد لكم التمسخير نتاعكم هذا. وي بن عمي لو كان غدوه جبريل يهبط على ماكرون يهضر معاه بالفرنسي، لو كان يهضر يهبط على امازيغي يهضر معاه بالامازيغيه سيتو، هذاك واش يفهم؟ واش يعرف؟ يهضر معاه بلغه ما يفهمهاش سي نورمال. والناس اللي كتبت اللي كانت تكتب وي اللي كانوا يكتبوا السون دي بربر وكتبوها بالعربيه ولا دي فرنسي، قولوا لنا ترش الناس اللي كتبوا القران اللي الرسول يقول لهم هما يكتبوا، شكون هاد الناس هادو؟ شكون هما هاد الناس؟ اسرائيليين ولا ولا هنوده ولا يوم عرب؟ سبحان الله يوم عرب ابن عمي، سي نورمال يكتبوا بالعربيه هذاك ماشي ما يعرفوا سيتو، هذا ما كان هذا ما يعرفوا كتبوها بالاخر. دونك حنا هذه انا نستبعد كان هذا الغوفرنمون هذا اللي راح يقدر يدير شي هذا، باسكو كيثروا له جماعه اللي مازالوا هذو كيف اسمه اللي يحبوا يعطيونا دروس، هذو اللي يحبوا يبقاو لي ديسوندون تاع هذو لي كوليزاتور يحبوا يعطيونا درس. دونك هذو كيثروا له كيثروا كيفاش وحنا وبداو يمناصي ويديروا، وما نظنش هذو يخافوا منهم، ما نظنش كان يقدروا يديروا حاجه، مي هي راهي جايه راهي جايه اوجي بالعقل، حنا بعد نديروها بالعقل وحدنا، ولا راح تجي بحال هي مات بالمشاكل وبالقوه كما قال واحد، والشي اللي دار بالقوه يسترجع بالقوه. هذا واش نقول لكم، هذه هي ما كانش حاجه اخرى كما قال واحد، او حنا نصلحوا ليستوار نتاعنا نورمال بالعقل، او راح تجي الناس اللي تصلح ليستوار نتاعنا بالذراع، حبيتوا ولا كرهت راح يجوكم، راح يجوكم. قال الحبس سي محمد انت ماك شكل واش عنده الحق ماكرون، ماكرون علاش حتى الرئيس تبون عيط للامباسادور تاع الجزائر قال وخش الخطره اللي فاتت، علاه بوركوا علاه واش موش الخطره هذه الخطره اللي فاتت خلاص، باسكو ماكرون جاب لي جيتيديون فيهم جزائريين وحكى لهم وقال لهم حنا كي دخلنا على فرنسا كي دخلت على الجزائر ما لقاش الجزائر، وعنده الحق الى ريزون
قال له ما لقيتش الجزائر، قال له لقيت الاتراك. وسيبري الداي هذا اللي اخي قصت المروحه الناس كنت عارفها اخي، قلت لكم انا النهار درت اوفيسي دو بوليس الكونكور داروا لنا هذه قصه المروحه. وقصه المروحه سي باس نيجيريا، هذا الداي هذا سي تان ترك باش نتفاهموا مليح. هذه هي عنده الحق ما لقيناش. مي كنت هذا اللي تقولوا كاين يوغرطه وكاين ماسينيسه وكاين لا، يقول لك ما لقيناكمش. سي نورمال سي نورمال، انت قزمت روحك يا ابن عمي، انت تحب تبدا لي الجزائر من 54. كانوا بعض من الناس يحبوا يبداو لنا الجزائر من 54. الجزائر ما بداتش من 54 ولا 1830، اسمح لي. الجزائر قبل ما تجي فرنسا وقبل ما يجيو الرومان وقبل كانت الجزائر، وكانوا سمينها سميوها الجزائر ولا سميوها حاجه اخرى، مي سي توجور حنا سبحان الله. هذا هو دونك هذه حاجه مليحه، مي انا نستبعد كان هاد الناس هذو اللي في الغوفرنمون دوك راحين يديروا هذا الشيء، انا نستبعد لكم الحق. هي نورمالمون نبداوها من درك كيما قال لك سيد، حل الوقت يا اخي. ما كان ما نبقاوش نترافيكيو، ما هذا فنجان اسمه فنجان يا اخي، حبيت ولا كرهت سميناه غرفيه 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 فاقوا بين الناس. ايه بقى لازمنا نرجعوا اسمه فنجان، نسميوه فنجان سيتو. هذا ما كان اسم فنجان يكون تركي، يكون ما على باليش انا نتاع اليهود، يكون يا خويا كيما كان نسميوه سيتو. حنا نصنفو كيما قال الانسان نصنفو، حنا نرجعوا للرجوع الى الاصل فضيله. يلفو كوريجي ليستوار، ليستوار دوغ تيتر كوريجي، هذي أو نكوريجيوها حنا بالعقل وما كان حتى مشكل، أو يجيك النهار اللي الناس تولي لك دير لك مشكل كيما قال واحد يقول لك عندهم الحق. الناس هذو عندهم الحق، نتاع الماك غدوة الصباح يقول لك أخويا تحبو ما تحبوش اللغة تاعنا، ما تحبوش أصلنا، ما تحبوش النبي، أيا روحو تلعبو على روحكم، نخرجو وحدنا وعندهم الحق، ورايحين يخرجو وحدهم ورايحين يقسمو البلاد ورايحين يجيهم. حتى اللي يقول لك رانا هنا وكان القايد صالح، يا ولدي أنت واش ينجم القايد صالح الناطو كيما سمو، واش ينجم القايد صالح تاعك على الشيطان يا راجل حم والديك تتمسخر ولا؟ تا غدوة كيحطو لك كيما سمو لي كاسك بلو في الجزائر، غدوة الصباح تنجم تقول أنت تقول له لا لا ولا؟ يا ربي يرحيوك يا راجل، يرحيوك ويرحو القايد صالح تاعك ويرحو ديكم الهضره تاع الدراري هذه ما عادش تهضروا بها خلاص. تحسب انت هذو راح يقسموا البلاد وراح يجيك فرحات مهني في الطوموبيل وجاي داخل الجزائر كيما هكا يقول لكم اهربوا اهربوا ولا انت واش فيك هذا؟ يا فرحات مهني ما يجي غير اذا لقى فرشوا له كيما قال واحد طابي روج باش يجي داخل، ما يجيكش 100 سنه ما يجيكش. واللي فرش له الطابي روج هما الناطو وجماعته باش يكون بعينكم. دونك لازم حنا نكوريجيو رواحنا، نكوريجيو رواحنا قبل ما يجيو الناس اللي كوريجيونا. فوت غير فيغ سا، ما نسمعوش حنا لهذا الحيوان هذا اللي يتكلم، ولا جماعه هذو تاع الاسلاميين هذو جاب الله وجمعته ولا ما دبروش علينا، نديرو واش نحبو، هذه بلادنا نديرو واش نحبو. الله يهمكم قيم ديال هنا توتالو.